هي أول بطولة بهذا المستوى يشارك بها الفتى سامر سعيد لاعب نادي الوحدة العدني، لذا يستميت الدراج الناشئ رغم عشرات الكيلومترات في الوصول إلى خط النهاية بأسرع وقت، أملا في الحصول على أكبر قدر من الميداليات. إن شاء الله يستمروا بهذا الدعم، إن شاء الله يعني نحقق مراكز أكثر وأكثر، وإن شاء الله اللعبة تستمر بنفسها. يعني أنا فرحان لي ولأصحابي، كلنا نحن أصحاب أخوان، وبالأخير يعني نحن فريق واحد، ما فيش مركز أول، نحن نمثل عدن الآن، ما نمثل شخص واحد. بطولة الدراجات الهوائية وعلى مدى 3 أيام في المستويات الفردية ومنتخبات المحافظات، استمرت 3 أيام ضمن بطولة الألعاب الوطنية، وهي المناسبة التي تلفت الأنظار لرياضة أهملت طويلا رغم أهميتها كرياضة صديقة للبيئة ومن أفضل محفزات اللياقة البدنية، بالإضافة إلى أدوارها السياحية، إذ تجعل من شوارع المدينة مضمارا آمنا لها لا مضمارا لحرب الشوارع التي عانتها المدينة قبل عامين. الدراجات في الفترة الماضية كانت مهملة، يعني لحد ما لم يكن هناك دعم. آخر دعم استلمناه من وزارة الشباب والرياضة قبل في 2009. أجواء بهيجة في ختام بطولة الدراجات الهوائية، وتتويج لأكثر من 50 كيلومتر قطعه هؤلاء المتسابقون في الدورة الأولى الأولمبية. هكذا يستخب إيقاع فرحة الختام فلا خاسر في هذا التتويج الذي استحوذ فيه الشاب عمرو خالد ياسين على 3 من ميدالياته الفردية، بالإضافة إلى الجماعية ضمن منتخب عدن الفائز بالبطولة. آدم الحسامي، قناة بلقيس.